هل شيخ عبد الرزاق هل يثني عليه علماء؟ لا ما يثنون عليه. يعني إذا حضر إنسان عنده في الدروس لا ينكرون على من حضر، لكن يوصون به وحضروا عند الشيخ عبد الرزاق لا. الرجل يعني للأسف يذهب إلى جمعية التراث ويتعاون معهم في المدينة، قد يأتي بعض الحزبيين يفعلون دورات ويتعاون معهم ويشارك معهم حتى الآن. نعم هذا لا شك. المشايخ بعضهم يعني يسكتون عنه لأنه ليس له حقيقة ضرر على السلفيين، ما يضر. هو في الحقيقة دروسه قد تكون نافعة ويقرر السنة، لكن لا تسمع منهج السلفي في التحذير من أهل البدعة وبيان المخطئين وبيان الزلات والأخطاء والنصيحة بالعلماء المعروفين، لا، كأنه يسير وحده. لماذا؟ ترى أهل السنة يصارعون أهل الباطل وليس لك دور؟ خطأ. إذا كنت سلفيا تنصر أهل السنة. السلام عليكم خير. إياكم الله. عندنا الشباب في بلادنا كثير منهم يستمعون للشيخ عبد الرزاق، ننصحهم بالاستماع إلى الشيخ عبد البهاري والشيخ محمد بن هادي وترك دروس الشيخ عبد الرزاق. نعم إذا كانوا سيسمعون نصيحتكم من غير فتنة جيد. قد يكون فتنة، لا، إذا لا تحذروا تحذير واضح، لا، أنتم بأسلوب رفيق حاولوا تبينوا لهم أن هؤلاء أفضل وأن الشيخ عبد الله البخاري دروسه جيدة ونافعة من هذا الباب، فإن اقتنعوا فالحمد لله، وإلا فاتركوهم مع بيان أن مشايخنا الكبار لا ينصحون بعبد الرزاق.